پێشبینی دەکرێت لە ماوەی دە ساڵی داهاتوو 7 میلیۆن مرۆڤ بەهۆی گۆڕینی کەشوهەوا و کەم ئاویەوە لە عێراق ئاوارە بن. يا يما عد ما نشتكي ولا صايرة ولا تنحكي. إذا كانت السنة القادمة جافة راح يكون عندنا مشكلة كبيرة. جزء كبير جدا من أسباب الجفاف هي أسباب خارجية. هاي الناس إذا جاعت يصير قتل بالشوارع، يصير كل شيء، يسدون الشوارع دي. ما ظل حكومة، يخربون كل شيء. تا ئێستا 27 مليون دونم زەوی کشتوکاڵی وشک بووە بووە بە بیابان کە دەکاتە لە 115 خاکی ئەم وڵاتە. دول الناس سطيع يعني ما عندهم بيوت بالمدينة، عكس أكو بعض سكان الأهوار عندهم بيوت بالمدينة. الجفاف كارثة والله. رعد حبيب سروكي رخراوي جبايشة بو قشتو قزار چالاكي كي دياري بواري جنگيا العراق. بەردەوام سەردانی ئەو ناوچانە دەکات کە وشکە ساڵی و کەم ئاوی زۆری بۆ دانیشتوانەکەی هێناوە. سلام علیکم. 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 هذا ما به الجعدات وبه الطحن بالور بعد الناس ما ادري بين مطل ولا ايش. هسه وين وصل الجفاف انت ابراهيم؟ هو الماي ماكو هسه. الماي من الماي حلال من تشوفه تابوت بس هيكل ظل. ماكو ماي دوم عندنا هسه عود حفارات يشتغلون بعد ما وصل الليل. انت تجيكم من اسارة الماي ولا ما تجي؟ لا والله ماكو. شلون مايكم؟ ماي نجيب من مشهور. لا والله. والله امرار دول جماعة عندهم عائلة هنا يجيبون سيارتهم مقطورة. ايه ناخذ منهم. هاي شوف هسه هاي قدامك جاي الحيوانات تموت، الطيور تموت، الاسماك تموت. يعني انت تخيل 50,000 نسمة راح يفقدون مصدر رزقهم. قهر قهر موت. وراح يصيرون عاطلين عن العمل. اي طبعا اي. كل ليش؟ كله بسبب تخطيط الدولة فاشل. تخطيط ما هو عدل، فاشل، كلش فاشل. يعني والله العظيم لو انت ما تشوفون هنا لو تشوفون هسه هذاك ماي. رغمه مسدود هو. ماي نظيف هسه هنا. ماكو ماي ماكو ماي، يعني هسه العالم وين تروح هاي؟ وين تروح وين تطوي وجهها بالله؟ اللي هذا عنده 50 راس و40 راس حلال وين يوديهن؟ يعني هي ادري بس اقول لك وين تروح هسه؟ لا علف ولا ماي. يعني احتارينا والله العظيم ما ادري شو نسوي. تحياتنا الوالد. يعني نصير معارضه ضد الدوله والله بكيفكم هم نصير. هم نصير. يلا الله يسلمكم. يلا الله يعزكم ويسلمكم. الله يحفظك حبيبي. شكرا حبيبي الله يحفظك. مع السلامه. هاي السلحفات واحد من اكثر الحيوانات اللي ممكن يتعرض للاذى بسبب الجفاف، ليش؟ لان حركتها بطيئه كلش بطيئه داخل الاهوار. فالصيد ما تيكون سهل، لذلك تتعرض إلى المفترسات، تتعرض للصيد الجار، ممكن تموت بسبب الجفاف لأن هسه مناطق المي أصبحت محصورة، فهي جاءت تتنقل من حفرة لحفرة، لذلك ممكن من أكثر الحيوانات اللي هي مهددة. وعندنا نوع من السلحفات آخر نوع اسمه الرفش الفراتي راح يكون مهدد، وهو ضمن القائمة الحمراء الدولية مهدد بخطر الانقراض، فراح يكون مهدد أكثر من هاي السلحفات. راح نجي نطلقها نرجعها ننقلها للمي. خطيه يعني تبحث عن مصادر المي، شوف اصبحت مناطق ضحله
وبسيطة كلش مناطق المياه، فأصبحت السلحفات أو باقي الحيوانات تبحث عنها، تبحث عن المي في سبيل توصل له. يعني للأسف الشديد ما كنا نتمنى أن توصل الأهوار لهذه المرحلة. خلينا نطلقها. دیمنکان آماجن با کارساتی کی جنگی گورا پیش بینی دکریت لماوی ده سالی ده هاتو 7 میلیون مروف به های گورینی کشوهوا و کم آویه و لعراق آواره بن. سنوات الجفاف تجي متباعدة، يعني مثلا عندنا 7 سنوات رطبة تجي سنة جافة أو سنتين. حاليا لا، سنتين رطبة أو سنة رطبة، سنة معتدة، ثم 3 سنوات جافة. هذا التغيير إلى تأثير سلبي كبير يعني حقيقة. إذا كانت السنة القادمة جافة فراح يكون عندنا مشكلة كبيرة طبعا. سرتا زنگی مترسیکا لوشکبونی دریاچه ساوا و لیدرا حکومت پلانی هبو دوروبری ام دریاچه بکات بناوچه کی گشتیاری بلا مشکسالی برگی بیابانی ببردا پوشی رنگا لدو سالی دهاتو جگا لخلکی نوچکا کز باور بوانکات که ایرا دریاچه بوا عراق واحد من 5 دول اكثر هشاشة بمواجهة التغيرات المناخية، فهولي هالسبب نلاحظ انه انحباس الامطار، ارتفاع درجات الحرارة، العواصف الغبارية وتكرارها، كلها عوامل واضحة يعني تأشر أنه هذا التغيرات واقعية مو مصطنعة أو مجرد أن نتحدث عنها، لا يعني حقيقة. مترسيكاني وشكسالي هرشي بيابان بون لسطا پنجاو پنجي خاكي عراق دكات تا ایستا 27 میلیون دونم زوی کشتوکالی وشک بوو بوا ببیابان کدکاتا لسطا پازدی خاکی امولاتا. تعال مهدی امش. اهوارکانی عراق بگشتیو شارچکی جبایشو گندکانی دوروبری بتایبتی زرر منترین یانن. گوند نشینان آوی خواردنویان دست ناکوید ناچارن لشاروچکی جبایش دی کرنو ببلم دی گوازنو. والحقيقة احنا هسه المواطن العادي قام يحس بدرجة الخطورة، فمن ننطي هالدرجة من الخطورة يجب على الدولة ان تاخذ باعتبارها هذا الموضوع وتسعى باتجاهات عديدة، اتجاهات تواصل جدي مع دول الجوار. هل معقول ان نترك بشرنا يهلك امام اعيننا؟ هذا موضوع خطير جدا. تنها لم ناوچه دا دانشتوانی 14 گوند به های وشکسالیه و برو شارو ناوچه جاجکان عراق کوچیان کردوا. قسم من سکان الاهوار و قسم من مربی جاموس بدوی هاجرون خارج مناطق الاهوار
وقسم راحت الى كربلاء والنجف البغداد للبصرة. عدد كبير من الناس بدا يهاجر لان الاهوار اصبحت غير ملائمة للمعيشة بسبب انخفاض مناسيب المياه. بالتالي احنا راح نفقد شقد، راح نفقد مصدر كبير جدا للثروة السمكية. الاهوار الان تعتبر مورد للثروة السمكية اكثر من 150 طن، بالاضافة الى انه اكثر من 35 الف راس جاموس في منطقة الاهوار. كل هذه الثروة الوطنية والثروة الحيوانية اصبح مهددة بالزوال ومصيرها على المحك بسبب انخفاض مناسيب المياه والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير جدا، اللي الاهوار يكون بها حجم التبخر يوميا 3 سنتيم. مترسيكا جيشتو تاستك تنانت او بنداو بتشوكانش كبو روبروبونوي وشكسالي دروس كراون او يان تيدا نماوا. مناطق الاهوار تعتمد اساسا على المياه، وعندهم مربي جاموس، اعداد كبيره من مربي جاموس. هذول يضطرون في حالات ان يهاجرون من مناطقهم الى مناطق اخرى على ضفاف الانهار لربما تتامن بها مياه معينه، لان خوفا على هلاك حيواناتهم بسبب عدم وجود المياه من مزارعي الرز في منطقه الفرات الاوسط. منعناهم من الزراعه، ليش؟ لان ماكو مياه تكفي للزراعه، فهناك عوائل كبيره تعتاش على هذه الزراعه. بالتاكيد كثير منهم يهاجرون للمدن حتى يلقى له فرصه عمل. بلا مكان لروخي روباركان لنجريان جرتوا ناتشارين تندو توليان بكن، چونکه لهندی جگه بهوی دابزینی استی او لا قرو لیتی روبارکان گیرده بیت. ما تموت، تا هل محمان حاضر بعد شا سوی؟ سمرا جنیکی به تمنو دنیا دیده یه دزانید بردوانبونی ام وشک سالیا چی کارساتی کی گوری بدواویا کلی آبسن او لشاروچکی گرنی بسراوهاتو ها لیرا زلو قامیشالان بو آجالکانی دکریتو دیباتو ها الطفل على الماء، البشر على الماء، زرعنا على الماء، علي شاسة كل شو ماكو، طلبتنا من الحكومة الماء، الماء والزاد، والله العلف هي العلف، العلف هسه يعطونا دبسات خايسات، ما ياكلن الدواب، ما ريتن، نريد علف. يا يما عد ما نشتكي ولا صايرة ولا تنحكي. عش بيدي يعني. على الماء على الماء على الماء يا سكينة يوم اللي قطعوا علينا مهدي صباح خاوني دو من دالة بجیوی جیانی خانوادکی لسر راو ماسیه بلام مشکسالی دوخ یکی دروس کردوه که زور جار قوتی روژانهی پی پیدا نکرید. کشو مارید لاره طالبین وظایف لاره طالبین ایشی نطلب من الحکومه بس المای قابل هرگر چان المای بشار احنایتک و نطلع مین مارید هسه لا محکومین بس هاد الطریقات إذا خلص هذا المال بالطريق بعد انتهت. مليان المناشدة الحكومة ما أدري ما جاي تسمع كل من يدور مصالحه، لأن هاي هم الماي ما لهم بمصلحة، هم لا يغسلون به لا يشربون به لا هم أي شيء، يشربون كل الطالة.
كنا بالقرني صاحب حق المجنون النفطي، كنا حلال نصيد وعندنا حلال وخير من الله عندنا. جف الماي، من راح الماي هاجرنا شنا البصرة، هم راح الماي ونوب رجعنا اللي جال الشباش جين لقينا بها الناس زينة والماي من جينا لا ونعمة حلالنا بخير، احنا نجيب لنا مصرف. هسا بعد راح الماي، هسا هم راح شونا غير ديار نهاجر، هم ما نظل هنا. هسه بعد بنروح نروح ونرجع ما نجيب شيء لان ماي ماكو، السمكه راحت انقرضت. تريد تروح من تميل ما يجيب لك ال 10,000 يا دوب تجيبها ما تحصلها. مرات والله العظيم نروح ونرجع نسد البنزين نجيبي. احنا كنا قبل ما نبيع حلالنا، ما تطلع الماي عندنا هواي، نطلع للصيد نجيب خير، نجيب الموجود نساعد حاجتنا به. هسه لا ماكو، من راح الماي ضلينا للحلال نبيع. وهسه ما حد يريد يقطع علينا الامراض، بعد ما حد ياخذ الحلال ومنا العلف غاد علينا، فاحنا انضررنا كلش. هاي الثروة الحيوانية راح تنعدمت، العلف غلوه، الماي ماكو، وانه فوقها طلعونا الامراض. ساعة يقولون حمى النصفية، ساعة يقولون الكورولا يسمونها. كافي تحاربونا كافي، احنا شو مسوين؟ بس الله وكيلك. هاي الناس اذا جاعت يعني يصير شغلة غمة، يصير قتل بالشوارع، يصير كل شيء، يسدون الشوارع عليه. ما ظل حكومة يخربون كل شيء. نتوي قرتو كان أهواركاني جبايشي خستوتا ليستي شونواركاني جيهانوا. سالانا قشتياريكي زور سرداني دكرت. اگر دوخكا بوشيويا بردوان بيت اوا جگل بيابانيكي وشك هيچي تيدا نامينتوا بو سرداني كردني قشتياران. الناس اللي يجون الأهوار بنشوفوا الأهوار جافة، يسألون وين منظمة اليونسكو، وين المنظمات العالمية اللي عاملة بالأهوار ممكن تدعم سكان الأهوار حتى يتجاوزون محنة الجفاف، أو هذه المصيبة اللي وقعت على سكان الأهوار بسبب سياسات الدولة وسياسات دول الجوار، اللي الآن سكان الأهوار ناس لا حول ولا قوة، ناس مسالمين لا يعرفون السياسة ولا يعرفون الدول ولا يعرفون كل المصادر، معيشتهم همهم الوحيد وجود ماء في الأهوار. فمنظمة اليونسكو يعني بصراحة أنا أشوفها منظمة عاجزة أن تدافع على موقع ضمن التراث العالمي اللي هي الأهوار، ولحد الآن لم نسمع أي صوت من اليونسكو بالوقوف مع الأهوار ومصيبة الأهوار وتحكم تركيا وإيران بمصادر المياه. دانشتواني قندكان ناتشارن لقولایی روبارکان با بلم او بو آجالکان یان دابین بکن، چون که وشک سالی بجور یک آوکی سویر کردوا نا توانن لروخی روبارکان او با آجالکان یان بدن. نسبة الملوحة تزداد مع نقص المياه العذبة اللي تيجي من الأعلى. حاليا في شط العرب مثلا بالجنوب المد الملحي بدأ يدخل داخل شط العرب لمسافات كبيرة، احنا قاعد نضخ مياه لكن غير كافيه الى ان تستوعب. مهما ندفع مياه موجه المد المالحه راح تصعد وتاثر على مناطق عديده بالبصره وتاثر على طبيعه شط العرب وتحوله من نهر من المياه العذبه الى جزء من الخليج. ايضا في نهر الفرات ايضا كل ما تقل الكميه كل ما يزيد الملح. لم نوچانه دا دوخی مندالان
لنيو قرو ليتي رباركان لما ترسي دايا تونك هرشي بلاو بونوي چندين جوري نخوشي لارا دايا. أعتقد مستقبل الطفولة بالأهوار والحالي الأطفال بالأهوار هو مجهول. أصلاً لا توجد طفولة في مناطق الأهوار. ليش؟ لأن أنت الآن افتريت داخل مناطق الأهوار عدم وجود مراكز صحية، عدم وجود خدمات طبية، عدم وجود خدمات بيئية. الطفل هنا بالأهوار يولد يصير عمره 7 سنوات أو 8 سنوات يرجع يمارس العمل اللي يمارسوه أهله، هم يصير مربي جاموس أو صياد وهكذا. عدم وجود اهتمام بالطفولة في منطقة الأهوار على كل المستويات، وهناك تقصير واضح. بالندكانيش هاوشيوي مروف هستيان بو دوخا ما ترسي دارا كردوو كوج دكن. بالام راوچكان بي گودان او كارسات جنگيا بدوايا نوانو راويان دكن. شو لك بيها خطايا الطيور تقتلهم؟ غير ناكل انت شنو نبي؟ غير الخطور انت غير الخطور المهدده بس بالانقراض يا المهدد بالانقراض يعني مثلا البربش ايه اكو انواع اخرى البربش ماكو بالصيف لا انتم تصيدون كل شيء كل شيء انت سهل احنا نصيده بالشتاء مو بالصيف لان بالصيف تكاثره ماكو مواسم ماكو صيف ماكو شتوي يعني هم هسه صيادين يعرفون صيف وشتوي لا يلقى له طير لا طبعا ما يعرف حرامات يعني هذا الطير والله شيء حلو هسه شوف القرح هذا بعدين هندينا والله حتى زرزور بنشوفون يعني هسه لو موجوده عندنا محميات لا انا اقول لك شغله هسه صيادين كلهم صفحه وجماعتكم هندينا صفحه يعني الوضع تعبان والله الحمد لله نتم الخير بلكي من لقيتك يلا تعزين شي سلامتك والله يلا مع السلامة ريجي أستي أو لبشيكي زوري ناوچكاني جبايش لنوان 70-80 سنتيمتر روزانه 3 سنتیمتر او دبیت بهالم اگر سالی دهاتوش که سالی بم شوی بردوام بیت او خلکی توانای جیانو مانویان لم ناو چانه دا نامینید